تنطلق غدا بمكة المكرمة فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر وزراء الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف للدول الإسلامية بحضور وزراء ومسؤولي الإفتاء في 62 دولة إسلامية. من جانبه أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف الشيخ خلال مؤتمر صحفي، أكد أن المؤتمر يناقش إطارا متكاملا بحفظ للفتوى لمكانتها وقدرها. اللقاء اليوم في هذا المؤتمر تحضيري تم بحث هذا الموضوع، وتم إن شاء الله الاتفاق على إيجاد إطار متكامل يحفظ للفتوى مكانتها وقدرها، وأيضا تمنع كل من يحاول الفتوى من غير المعتمدين في المؤسسة الدينية، ومن قام بالإفتاء فإنه يقع يعني تحت طائرة المساءلة، لأن الفتوى أمرها خطير وشأنها عظيم.